نجاح. هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول اد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة اميزديا. اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي، هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار. مع اميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان ادارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، واحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. مساء الخير عليكم كل مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين، وبداية جديدة وسنة جديدة علينا وعليكم يا رب. برنامجنا النهاردة برنامج مختلف، بنتكلم فيه بشكل مختلف وبصورة كمان جديدة. النهاردة برنامجنا بنها اون تي في، برنامج جديد وفكرته جديدة، وقررنا ان احنا نسلط الضوء على مدينة بنها بكل ما فيها، بكل المشاريع التجارية وكل المحلات، وكمان اي حد عنده فكرة او موهبة وحابب انه يتواصل معنا تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج وعلى صفحة برنامج بنها اون تي في. اهم حاجه قبل ما نبدا حلقتنا احب اقول لكم يا ريت تحافظوا على نفسكم وتلتزموا بالماسكات وبالكمامات، وكمان تلتزموا بالتباعد الاجتماعي. ضيفي وضيفكم النهارده في الاستوديو شخص مهم جدا، وهو عليه اساس البرنامج كله، استاذ محمد عطوه. اهلا بيك. أهلا، مدير تسويق وادمن جروب بنها فانز، صح كده؟ اهلا بيك. صح، اهلا بيك يا استاذ محمد، نورتنا النهارده. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك، تسلمي. ايه الفكره الحلوه بقى؟ اولا فكره الجروب بنها فانز، وعارفه ان الجروب من الجروبات اللي منتشره جدا في بنها وبتعمل شغل حلو جدا على ارض الواقع، سواء في ترتيبه والناس اللي فيه وكمان الشغل والحاجات اللي بتقدموها من خلال الجروب. قبل كل ده عايزك بقى تقدم نفسك كده وتعرف نفسك للمشاهدين. تمام. الاول انا حابب اقول كل سنه وكل شعب مصر بخير بمناسبه السنه الجديده، وكل سنه واعضاء جروب بنها فانز كلهم بخير، ودول هم السبب الرئيسي في انشاء الفكره اصلا، او نجاح الفكره، دعم الناس لينا. احنا جروب بنها فانز جروب اجتماعي في مدينه بنها، الحمد لله من اكبر الجروبات اللي موجوده، اتعمل في وقت قصير، وعشان لي اهداف وكنت انا عامله عشان هدف ان انا اوصل بيه ان انا انهض بمدينه بنها، بحكم ان انا شغلي في مجال التسويق، انا مدير تسويق اصلا، ممارس مجال التسويق دوت من حوالي 10 سنين. انت اصلا من بنها يا محمد؟ فقعدت فيها بقالك فتره؟ من بنها. فانا مارست مجال التسويق من 10 سنين، فلقيت ان انا عندي موهبه في الحته دي، فحبيت ان انا اعمل الجروب كبروجكت ليا، ان انا انجح بيه. لو نجحت بالجروب تسويقيا يبقى انا خلاص هنجح في اي حاجه بعد كده، فده كان المعيار بتاعي في نجاحي في المجال. طيب قول لنا كده يا محمد، الجروب لما جات لك فكرته، هل في حد يعني خد بايدك وقدر انه يكبر معاك الجروب وابتدت الناس تتفاعل فعلا معاك، ولا كان الموضوع صعب في الاول بالنسبه للتسويق والكلام ده كله؟ لا، هو انا ما بداتش تسويق غير بعد ما وصلت ل 100,000 شخص، يعني انا ما بداتش اسوق واتجه للبزنس في الجروب ان انا ابتدي ادخل اعلانات اللي انا وصلت رقم معين. طبعا الناس كانوا بيدعمونا بشكل قوي، كنت محافظ قوي على المصداقيه، ان كل خبر بينزل لازم الناس تثق ان الخبر ده صح. الناس طبعا كان في البدايه بيقولوا مثلا بيقلقوا، يعني بيقلقوا، فلما لقوا الاخبار كلها صح وان احنا بننفرد بحاجات فعلا بتطلع صح كلها وايجابيه، بدات ثقه الناس هي اللي بنت الجروب ده. كمان عايزه اقول لك ان انتوا يعني استبق في حكايه برنامج بنها اون تي في. طبعا احنا بنها اون تي في يا جماعه، احنا عملنا بنها. كلمنا بعد فكره البرنامج. فكره البرنامج دلوقتي، احنا بنها من اهم المدن دلوقتي اللي موجوده في مصر، هي مش واخده حقها اعلاميا. بنها كل اللي يعرفوه اهل مصر كلهم عن بنها، اللي هو المثل عامل نفسك من بنها. فهي دي كل علاقه مصر ببنها. فما يعرفوش ان بنها مدينه قريبه جدا للقاهره، زيها مثلا زي اللي جاي من الحلوان او جاي من مكان لوسط البلد، احنا نوصل قبله كبنها، احنا نوصل قبله. فبنها كان كل علاقتها بالميديا او السوشيال ميديا او حتى المشاريع اللي بتشتغل وتنزل في السوق في بنها، ان بنها لا، بنها مش سوقها مش حلو، سوقها صعب، او بنها بعيده. فاحنا بنها كانت حدث من ضمن حاجه. احنا لا، فكره البرنامج
ان احنا خصصنا ان بنها تطلع ترند بشكل قوي جدا في مصر الفتره الجايه، وده الهدف الاساسي لينا، ان احنا من خلال البرنامج بنها اون تي في ومن خلال القناه هنا احنا نعمل حدث لبنها يتكلم عنه الجمهوريه كلها. احنا عندنا الفتره الجايه قولنا بقى ايه التطورات اللي جايه في بنها، سواء بقى الرياضيه الطبيه الاجتماعيه في بنها، مدينه بنها تحديدا، اللي احنا عايزين نلقي عليها الضوء من خلال احداث البرنامج او من خلال حلقات البرنامج. تمام. يعني احنا لو هنتكلم مثلا على اجتماعيا او التطوير اللي موجود في بنها الفتره دي بتشهد تطوير. احنا عامل لنا مضايقه شويه، بس كل حاجه بتتجدد لازم تاخد وقتها، احنا بنبني برضو حاجه. ففي حدث ان بنها دلوقتي بتتطور تطور قوي جدا في الانشاءات اللي هتتعمل وتطوير الكورنيش والاهرام. فالحدث ده لما يخلص بنها هيبقى شكلها حاجه تانية خالص. فاحنا هنفوكس على الحدث ده بكل مشتقاته. واحنا فكره البرنامج ان احنا بنفوكس على مثلا الحدث التطويري، احنا سواء في الاماكن، في الاماكن يعني انتوا تاخدوها كده مراحل، الاول مثلا على الاماكن اللي هتتطور في بنها. تمام. والاهرام دي منطقه في بنها عشان لو في ناس ما تعرفش. الاهرام والفيلل. الاهرام والفيلل دي منطقه في بنها، بيتم تطوير المنطقتين دولت بشكل قوي قوي الفتره دي. فاحنا برضو لما نيجي نتكلم عن الحدث ده احنا نتكلم تسويقيا ازاي هنسوق لبنها وكل المجال في مجال الهندسه، يعني اللي عنده شركه مقاولات، اللي عنده شركه عقارات، اللي عنده شركه تشطيبات، اللي عنده شركه تسويق عقاري، بشرط ان كله يتفاعل مع بعضه فالناس تلاقي فرص عمل. بالظبط. وكمان يعني اهل البلد يشغلوا بعض زي بيقولوها كده، ان تشغلوا بعض. هوضح بقى ازاي. احنا لو جينا اتكلمنا في حلقه عن تطوير مدينه بنها وبدانا نعرض ان بنها اتطورت بالشكل ده وصورنا بنها قبل وبنها بعد وجبنا المسؤولين اللي طوروا بنها، تمام. في الحلقه هنا احنا بنعرض دلوقتي من خلال البرنامج يا جماعه، اي حد عنده مشروع في بنها سواء اونلاين او سواء شركه قايمه او لسه بيفكر يعمل مشروع، احنا هنا مع بنها اون تي في احنا وفرنا لكم ان اعلاناتكم وشغلكم يتعرض من خلال البرنامج، وكل الحاجات دي هتعرض على. عايز اقول لك ان الناس كلها بتخاف او بتهاب قوي من التسويق، يعني بيبقوا خايفين ان مثلا التكلفه بتاعته ممكن تبقى غاليه، مش فاهمين. أيوة. يقول لك لا طب انا اسهل بقى بطبع ورق وبوزع او بعمل كروت بتاعتي. فاحنا عايزين نوريهم لا ده يعني الدعايه بشكل جديد في بنها اون تي في. تمام. نشرح الحته دي. يا ريت. دلوقتي احنا كاخصائيين تسويق احنا بتتكلموا على الطباعه والتكلفه للطباعه، دي حاجات اسمه التسويق التقليدي. فالتسويق التقليدي دلوقتي كلنا ما بقيناش نتقبله. كم واحد بيمسك اعلان في الشارع بيقراه او بيستفاد منه؟ انما كله ماسك الموبايلات دلوقتي، ده اسمه الديجيتال ماركتنج. فاحنا الديجيتال ماركتنج هو دلوقتي اللي هو التسويق الرقمي، هو رقم واحد دلوقتي في كل العالم. فاحنا هنستغل ده لمدينه بنها من خلال حاجتين، ان احنا بنقدر نسوق لك الاعلان بتاعك على السوشيال ميديا من خلال بقى الجروب او من خلال بيج او من خلال بندير لك البيج بتاعتك، او من خلال الاهم بقى ان احنا خلينا قناه تلفزيون وبرنامج زي بنها اون تي في يتعرض فيه المشروع بتاعك وبتكلفه بسيطه جدا جدا جدا. بمعنى ان دلوقتي حضرتك عندك مطعم، انا هطلع اتكلم عنك. احنا ابتدينا فعلا صورنا جزء من اكله من بنها، وابتدينا ان احنا ننزل كمطاعم، يعني انتم مقسمينها اجزاء من مطاعم، عيادات، كل الكاتيجوريز بتاعتنا بالزبط. كلها احنا مستهدفينها. يعني احنا وجينا اتكلمنا عن الرياضه دلوقتي، فريق زي فريق بنها ما شاء الله ربنا يكمل انتصاراته، هو دلوقتي محتل المركز الاول في كره القدم في الدوري القسم الثالث، وما شاء الله يعني دي حاجه ما حصلتش قبل كده في بنها. يمكن مع التغيير بنها بقى ليها شكل تاني، حتى في الرياضه بنها بتنهض دلوقتي بشكل مش طبيعي اعلاميا من خلالنا ان شاء الله. هنفوكس عليها، دي اول حاجه لازم نفوكس عليها، لاني لو انا قلت النجاحات اللي موجوده في بنها انا هبرز. عايز اقول لكم ان انتوا تقريبا فكره برنامج بنها اون تي في تقريبا انتوا اول ناس تفكروا ان منطقه وكبيره بحجم بنها. تمام. ان احنا نفوكس عليها تطلع في برنامج تلفزيوني ويتعرض، بدل ما هم مثلا بيتوهوا مش عارفين نبتدي ازاي تسويق لنفسنا، لا انتوا حطيت لهم تارجت. احنا اول حد فعلا احنا اول حد فعلا فكرنا في الفكره دي من خلال شركه انتاج مزيديا. احنا يمكن الافكار اتقابلت بالصدفه جدا، فدايما الانسان اللي بيبقى بيفكر في النجاح بيقابله برضه الانسان اللي معاه في نفس طريقه. فاحنا هنوحد من خلال قناه الصحه والجمال، وتحديدا من خلال برنامج بنها اون تي في،
ان بدل ما كله يروح يعمل اعلانات في اماكن متطرفه، لا احنا كلنا نبقى تيم واحد، نجمع البنهويه كلهم في برنامج واحد. اعتبروا يا جماعه ان برنامج بنها اون تي في ده بتاع البنهويه، دليل مش احنا زي اللي دليل بنقوده. اللي بيدور على اي حاجه يخش على حلقات مش البرنامج احنا اللي يلاقي اللي هو بنقوده، عايزه. الناس اللي بتقوده. يعني حضرتك دلوقتي ما فيش حاجه اسمها منافس ليا، احنا بنبص في الاعلانات عامه في التلفزيون لما بنيجي نتفرج بنلاقي كل الشركات المنافسه اعلاناتهم على ورا نفس بعض. القناه. ده مش معناه انا هعمل عند ده وحد ده تبع ده، ده ما فيش حاجه اسمها تبع ده. بصوا يا جماعه، عايز اقول لكم حاجه برضو اوضحها، بنها من اصعب الاسواق اللي موجوده في العالم، يعني يمكن ما قلتش في مصر، لا في العالم. احنا عندنا صعب جدا ان براند قوي يدخل السوق، لازم يكون حد من بنها هو اللي بيدير السوق. فده انا شفته طبعا من واقع خبرتي في المجال التسويق، من واقع دراستي. فكله تلاقي مثلا عايز اعمل مشروع اونلاين، تلاقي كله اسهل ما عنده راح فتح البيج، عمل بيج جديد او عمل جروب جديد وبدأ ان هو يسوق وما للمنتج بتاعه بتشتغلش. وما بتشتغلش، وفي طب الاخر ما تيجي نكمل يجيله بقى احباط. حكاية البيج دي، لأن ده موضوع هيبقى كبير شوية، بس نطلع الفاصل ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. تمام. نجاح، هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لأ، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل في منها اون تي في، دليلك لبنها. قول لنا بقى، كمل لنا بقى يا محمد، كنا بنتكلم على مشكله التسويق للناس اللي بتعمل بيتش ومش عارفه ان هي تسوق لنفسها. فاحنا قلنا ان فكره البرنامج هتبقى اسهل لهم بكتير، ان انت هتطلع في البرنامج، انت هتتشاف تلفزيون وهتتشاف على السوشيال ميديا، وتبتدي تعمل لك اعلان ممول، وغير كده كمان هيظهر عندك على الجروب بتاع بنها فانز. تمام. فهتلاقي ان كل اهل بنها بيشوفوا المنتج او بيشوفوا الحاجه اللي انتوا عايزين تسوقوا لها. مظبوط، تمام. صح كده؟ احنا بنتكلم دلوقتي زي ما شفنا طبعا في الفاصل جملة، ادي العيش لخبازه. حضرتك انت تاجر شاطر جدا في مجالك، بس تسويقيا محتاج ان يكون معاك حد بتاع تسويق يديك الحتة التسويقية، التاتش اللي هو التاتش زي ما بنقول، ادي التاتش التسويقي اللي ينجح المشروع بتاعه. احنا طبعا ماشيين لما بنيجي نشتغل مش ماشيين عشوائي، مش مجرد مثلا واحد عندي جروب مجمع الناس حواليا وقاعد بعمل فرح بيهم مثلا او بعمل قعده بيهم، لا احنا بننهض ببنها تسويقيا واجتماعيا وثقافيا وصحيا، بننهض ببنها اعلاميا. فاحنا ماشيين باستراتيجي، الاستراتيجي بتاعت التسويق بتاعتنا هي اي استراتيجي تسويق بتمشي بثلاث حاجات. اول حاجه السيجمنتيشن، اللي انا بقسم السوق بتاعي. انا حتى لما جينا هنا نفكر فكره القناه، احنا قسمنا السوق بتاعنا. لما بنقسم السوق بنبتدي نختار التارجت بتاعنا، اللي هو المرحله الثانيه من الاستراتيجي بتاعنا. احنا بنختار التارجت بعد ما بنقسم السوق. فبنها دلوقتي احنا استهدفنا بنها، هنستهدف مين في بنها؟ احنا يعني هل انتم مستهدفين فئه عمريه مثلا، فئه الشباب، او ولا انتم ماشيين بكل خطوات، يعني كل الفئات العمريه تقدر تستفيد من البرنامج؟ كل الفئات العمريه تقدر تستفيد من البرنامج. مش معنى ان انت كيان كبير في بنها، مطعم كبير، كافيه كبير، عندك عياده كبيره، ان انت بس تقدر تستفاد عشان خاطر تقدر تدفع مثلا فلوس او كده. لا، البرنامج يا جماعه بنها اون تي في ده لكل الناس. كل الناس هتقدر تعمل اعلان على التلفزيون، لان الموضوع ما فيهوش تكلفه كبيره قوي، لا الموضوع بسيط جدا ويعني واشيك وأشيك احلى وشكله احلى، بيبان اكتر بيبان كمان. طبعا احنا بمطلع اتكلم مثلا على مشروع معين، مثلا على انا اتكلم على لو على نادي بنها كنت هكمل، نادي بنها متصدر. فانا لما اجي اتكلم على نادي بنها واتكلم على التيم ونستضيف التيم، نستضيف حد من الجهاز الفني ونستضيف حد من مجلس الاداره، فانا دلوقتي في فقره رياضيه في البرنامج،
في الوقت ده احنا هنبتدي نقول لأصحاب المشاريع الرياضية زي الجيمات، زي أدوات اللبس اللبس الرياضة الرياضي، كل ده يبقى سبونسر في الحفلة، في في الحلقة. الحلقة. ومش بس كده، ان احنا بنتكلم عنهم كمان، يعني في فقرة ان احنا بنتكلم بنقول المشروع ده موجود في بنها في المكان كذا، بيقدم كذا، خدمته كذا. فاحنا والعروض كمان بقى والسيل وال هنطلع نتكلم في بالظبط. فقرة، هنطلع نتكلم فيها على المشاريع كلها. فأنا دلوقتي كحد مثلا على التلفزيون بقول اسم المشروع بتاعك، بتكلم عن المشروع بتاعك، بستضيفك في فقرة، كل ده يعتبر بشبه بلاش، حاجة مش بفلوس خالص. نفس التكلفة اللي حضرتك هتيجي تقيسها، دايما مدير التسويق لما يجي يتعامل مع صاحب مشروع او الاونر بيقول له ان احنا هنعمل احلى حاجة باقل تكلفة او بافضل تكلفة. فاحنا بنختار لحضرتك المقارنات، انا هقارن، انا لو هطبع شوية ورق، الورق ده هيخش له في 1000 جنيه، 2000 جنيه، انا ممكن شوية الورق دول بتمنهم اخد التكلفة اللي كده كده انا هصرفها، بالظبط، هتطلع واطلع حلقة على التلفزيون وتتسوق على الميديا وهيتعمل لي وفيسبوك. لايف وكل حاجة، الباكج كلها كاملة، وهوصل للناس، فانا حققت النتائج بتاعتي. فأي اعلان طبعا احنا بنعمله بطريقة علمية، حتى فكرة البرنامج هنا احنا بنعملها بطريقة علمية. طريقة الاعلان عموما ماشية بطريقة الايدا موديل. الايدا موديل دي طريقة الاعلان او كتابة الاعلان. احنا لفتنا دلوقتي الانتباه اللي هو الايدا موديل اللي هو حرف الاي اللي هو الاتنشن. احنا بنلفت انتباهكم دلوقتي يا جماعة، بنقول لكم ان بانها موجودة على عايز التلفزيون. اقول لك ان كمان صاحب الفكره مستر ايهاب ناصر اللي هو يعني صاحب شركه امازيديا، هو لما طبعا جه فكر احنا حتى مع كنا قاعدين بنتكلم بنقول له طب انت ليه ما طلعتش بره بنها، قال لك لا هي بنها عندي مستهدف. الاساس، طبعا بنها عندي لازم ان انا اترجت بنها، واهم حاجه عندي ان انا اطلع بمشاريع بنها للنور. بالظبط، هو ده نفس الفكر. دي حلقة بقى اللي ربطتنا بمستر ايهاب وشركة امازيديا، ان انا كنت دايما بفكر في حتة التسويق بتاعتي ان انا اطلع لبنها بالنور. فانا وانا في الطريق ده لقيت مستر ايهاب جاي وبيفكر نفس التفكير، بس هو واخد الليفل اللي فوق اللي هو ليفل القنوات. فلقيت اني اتفتح لبنها الحاجة اللي انا كنت بحلم ان بنها تكون في البوزيشن ده. فمن خلال البرنامج احنا ان شاء الله هنقدر نسوق لبنها بشكل قوي. دلوقتي الناس اللي متابعينا كلهم من بنها يا جماعة، فعلا البرنامج ده فخر لبنها كلها، بالظبط، لانه هيفوكس على كل حاجة وانتوا كمان مش بنها كمدينة، كمان بنها والأماكن بفرعها اللي بروحيها. حوالين طبعا بنها طبعا طبعا، بغض النظر بقى عن المشاريع. يعني مثلا ممكن ناس تخاف تقول لك ده المحل كبير بس هو اللي هيطلع في البرنامج لا 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 أو صاحب المشروع، لا احنا كمان بنقول إن مشاريع الأونلاين سواء للستات البيوت اللي بيعملوا معارض أو بيعملوا مشاريع في البيت، أصحاب المحلات حتى لو المحل بسيط برضو التكلفة مش تبقى عالية عليه، لا مش بالعكس هتبقى ده عالية، هيبقى سهل مش جدا إنه هتبقى يقدر يسوق عالية، لنفسه. لا مش هتبقى عالية خالص. وهو ده مبدأ التساوي اللي احنا ماشيين بيه. احنا حتى في الإعلان عندي على الجروب، ممكن حد يقول لي أنا عايز أخد الجروب منك شهر وهيدفع لي مثلا الكوست بتاعت الشهر، فأنا برفض ده. أنا بقول له لا، أنا هاخد كل يوم عميل، وده فعلا اللي أنا بطبقه. فبناء على كده احنا برضو فكرنا بنفس الاستراتيجي هنا، إن احنا نمشي بنفس الاستراتيجي في البرنامج في بنها أون تي في. وبنقول لكل الناس اللي عندهم مطاعم او عندهم كافيهات، احنا ان شاء الله مستهدفين رمضان من دلوقتي، ان شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين، ويعود علينا طبعا رمضان بالخير والبركة، ونعدي من الفترة اللي احنا فيها دي على خير. احنا مستهدفين من دلوقتي يا جماعة رمضان هنصور 30 حلقة ان شاء الله في 30 مطعم موجودين في بنها، عايزه اقول لك ان ده هيكونوا هيبقى لايف. اسهل كمان لو حصل اي حاجه والبلد يعني امور البلد مش هينفعوا ينزلوا الناس تقعد في مطاعم، مفيش بالعكس محل، صح ده انت كده؟ مفيش محل هيبقى تسويقك عن طريق عن طريق القناة. القناه وانت بتوصل اونلاين بالظبط. والطلبات من خلال الجروب. فأصبح دلوقتي أنت عندك قناة تلفزيون بتعرض عليها مشروعك كامل، زي ما بنشوف كده. احنا بنشوف مثلا مطاعم كبيرة جدا في مصر بتدخل على برامج كبيرة برضو بيدفعوا بالملايين عشان يعملوا الفكرة دي. فالفكرة دي اتوفرت في بنها يا جماعة من خلال برنامج بنها اون تي في، ان احنا نعمل 30 حلقة ل 30 مطعم في بنها في رمضان. نقدر نحجز من دلوقتي، نقدر من دلوقتي نشوف انتم محتاجين ايه واحنا نعمله لكم. ده هيفيد اهل بنها بشكل قوي جدا، وهيفيد ان بنها تطلع ترند لما 30 مطعم في بنها يتسوق لهم يتصوروا ويطلعوا ويتصوروا شغلهم. زي ما احنا بالظبط، بنشوف كده يا جماعه. احنا مثلا من بنها نشوف صور من القاهره ومطاعم في القاهره ومطاعم بره بنها،
احنا بنقعد نقول واو حلوه ونقعد نمنشن لبعض، طب ما الحاجات دي موجوده عندنا في بنها، بالظبط. احنا ليه اصلا ننزل القاهره لما بقت كل حاجه موجوده عندنا في بنها؟ بنها نهضت بس محتاج ان احنا نفوكس عليها من ان شاء خلال الله. برنامج بنها اون تي في. طبعا انا بشكرك جدا يا محمد ان انت كنت معانا النهارده، واكيد احنا هيبقى لنا لقاءات تانية كتيره نتكلم فيها بقى على الشغل العملي اللي عملناه واللي مستر ايهاب نصار ابتدى فيه، وابتدى شغل، هو ابتدى فعلا على ارض الواقع بقى له فتره، لكن احنا مش وشاطر عايزين جدا نحرق ما كل شاء الله. الاحداث. لا هو شاطر هو شاطر جدا جدا بصراحه، وعنده طموح، وده يمكن ربنا جعله سبب ان شاء ان الله. هو يخلي بنها فعلا في النور، واحنا عاملين تيم قوي جدا ان شاء الله من خلاله هنقدر نغطي كل نشكر حاجة في بنها من ان خلال شاء ان شاء الله. الله برنامج بنها اون تي في. بنشكرك جدا يا محمد، شكرا لك. بنشكركم جدا كل متابعين بنها اون تي في، وتابعونا في بنها اون تي في، دليلك لبنها. بشكركم، كنت معاكم علاء انور.